طيب بنرجع للنتائج، بس كلامك يعني مثير في نقطة معينة، أنه اليوم الناس اللي بعيدين عن التثقيف الصحي صحيح. كيف يعرف مدى احتياجهم للسعرات الحرارية؟ موجود على موقع لوزارة الصحة، وفرت هذا الشيء أنه يكون موجود حسبة، أو أنك مثلا دخل وزنك طولك بالسنتيمتر أو بالمتر، بحيث أنه يطلع لك كم من السعرات الحرارية المفروض أنك تأخذها في يومك. فبالتالي صار في أشياء تسهل على الواحد، حتى لو ما هو مثلا ملم بعلم التغذية، لأنه يعني علم التغذية علم واسع، يعني مش مجرد أنه إيش تأكل، إيش الأشياء اللي مثلا المفروض أنك تأخذها ورجيم وبس. هي عبارة عن يعني أشياء بسيطة ممكن تكون موجودة على الموقع تساعدك أنك تعرف كم احتياجك من السعرات الحرارية.